استاذ الدكتور عمرو يسري، اهلا بيك. اهلا، منورنا. بنور حضرتك. انت حضرتك اخترت تتكلم عن المهدئات، وده موضوع يعني انا اعتقد انه اختيار موفق جدا من حضرتك. وانا بعد اذنك طلبت من الساده المشاهدين اي حد عايز يسال على تويتر او على فيسبوك او على حاجه، فتسمح لنا اشكرك يا دكتور. اتفضل حضرتك. قلت لي عايز اعلق على حاجه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عايز اعلق على بس حاجه ليها علاقه بالستر. لما حضرتك كنت بتتكلم على الناس اللي بيعرف مشكله عند حد او فضيحه حد او يودي عينه على نقص عند حد وبعدين يطلع يقول للناس ويفضل يعيد ويزيد فيه. اصل الشاعر قال احسن الله بنا ان الخطايا لا تفوح. ايوه، نعمه من عند ربنا. ريحه الهواء بقت وحشه. لا، كنت عايز اقول انه الاصل في الامر الستر. الاصل في الامر الستر، ومفيش حد ما عندوش شيء ما في داخله كده يستعر منه يعني. وفي خارجه. يعني فالله سبحانه وتعالى هو الستار. فاللي مننا عايز يعيش حياه كريمه وطيبه يحاول يقلد من صفات الله سبحانه وتعالى المطلقه، فاخد منها كده زي الستر. ولما عيني تقع على نقص او عيب عند حد، احاول استر الاول عن نفسي ان انا اركز في العيب ده. يعني انا بستر فلان الاول من نفسي، مش ان الناس ما بتصدق. في ناس كتير غاويين فضايح، يعني ما يصدق يقع على مشكلة او عيب او نقص في اسرة او في شخص ما، ويطلع يقول للناس او يهدده يقول له لو مش عارف ايه انا عارف عنك كذا. وفي ناس اللي بيقربوا من بعض قوي ويعرفوا اسرار بعض وبعدين يقعوا في بعض. وبعدين في الزوج والزوجه اللي يبقوا معاشرين بعض 10 سنين و20 سنه ويتطلقوا، ولا يحصل بينهم مشكله في حد منهم من قله اصله، يعني يبتدي يفضح التكرار لا يصح ان تقال. فما بالك وهم عايشين مع بعض، بتشوف ناس بيفضحوا بعض وهم تحت سقف بيت واحد. الاصل في الامر الستر. الستر الستر بيقول لك كل حاجه، حتى مع الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب وبتعدي. انما في ناس عندها من الاذى تحب تاذي كده بانها توقع عينها على ده. في قران ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. ده موقفهم صعب جدا. فده اللي انا كنت عايز اقوله. انا استر عن نفسي، يعني لو عرفت حاجه عن حد احاول ما راجعهاش بيني وبين نفسي على مستوى الذاكره عشان ما تتحفرش جوايا. لاحسن اجي في يوم من الايام واضعف فاقول السر ده لحد، او اقول العيب او النقص ده في حد، من بابين. الباب الاول اخاف يا سيدي على نفسي، يعني لحسن حد يعرف عني حاجة ويفضحني. وما فيش حد بلا خطيئة، يعني ربنا يسترنا جميعا. نرجع بقى لموضوع الادوية والمهدئات. غير حضرتك اللي هترجع، انا ماليش دعوة. بسم الله. المشهور قوي دايما الخاله، مش عارف ليه الخالات دايما يحبوا يقولوا على الادويه. يعني الخاله ملهاش دعوه بالطب خالص، بس الخاله تقول لبنت اختها انت بس خدي الدواء ده مع ده تبقي زي الفل. لا بطني بتوجعني، ولا دواكي عندي، مش عارف دماغي بتوجعني، دواكي عندي. نبتدي بالمهدئات، لان ان هي من اخطر الادويه اللي بنستخدمها في الامراض، في علاج الامراض النفسيه. المهدئات مواد معينة اللي هي بتبقى في الصيدليات جدول أول، يعني ممنوع صرفها حتى بدون روشتة، مش شريط أسبرين يعني. وبيبيعوها ساعات تجار المخدرات لأنها مخدرات. صحيح. بتستخدم بحذر شديد جدا من الأطباء. ولكن اللي بنشوفه كتير وهو مفجع، إن بتلاقي ناس يجولنا مثلا في العيادات ويقول لك انا جاي لك هشتكي لك من الاعراض اللي عندي، بس اوعى تكتب لي ادويه. وتلاقي الادويه اللي ممكن ربنا يجيب بيها الشفاء للاعراض اللي هم متعلقين فيها بقالهم شهر او سنه او سنتين او اكتر، ادويه بسيطه بتتاخد فترات وتتوقف. وبعدين يقولوا ايه الكارثه، بس انا اصلي باخد الدواء الفلاني ويسموا اسم من المهدئات، بيني وبين نفسي كده بيريحني شويه. بقالك قد ايه يا سيدي بتاخده؟ يقول لي مثلا بقالي 3 4 سنين. ويطلع الدواء اللي هو بياخده ما بيعالجش المرض، وبيعمل اعتماديه يعني ادمان. ويظن الجمهور ان دي لا حاجه عاديه، لان في واحد صيدلي صاحبي ادهوني وقال لي ده كويس، او اختي بتاخده فاخدت معاها، او خالتي قالت لي فسمعت كلامها. هي خالتي. احكي حكايه شخصيه ثانيه واحده. ان انا كنت رحت، كان حصل لي مشكله في ظهري، فروحت اعمل عمليه بره، فقالوا لي الدكاتره الادويه اللي بتاخدها ايه؟ فرصت لهم الادويه. ايه ده؟ ده استعجبوا جدا، ده اجزخان. المهم من ادويه في دواء، ما اعرفش اقول اسمه ولا ممكن اقول اسمه، هو اسمه موتيفال مهدئ.
فالدكتور قال ايه ده؟ فتح الكمبيوتر فقال ده احنا بطلناه من 20 سنة، من 20 سنة مبطلين استخدام الدواء ده. اقول برضو للسادة الكرام مشاهدين حضرتك معلومة طبية هامة جدا. الشعوب يعني البيض غير السمر غير الحمر غير الكذا، طبعا طبعا في استجابتهم للأدوية وفي تأثير الأدوية عليهم. البيض نفسهم برضو مستجابتهم يعني كل يعني مختلفين يعني. أيوة طبعا. يعني شعب بياخد دواء بجرعات معينة يستجيب في المرض ده عليه، وشعب تاني ياخد نفس الجرعات يجيله المضاعفات بتاعت الأدوية بس وما يستفدش منه خالص. شعوب بيتعمل عليها أبحاث كتير قوي دلوقتي. شعوب مش أشخاص. شعوب يعني الجنس الفلاني. الجنس الأفارقة مثلا بيتعمل أبحاث كتير في ما بين الأفارقة والبيض. بس احنا بنشوف ساعات في مصر أفارقة كتير. في أدوية بناخدها احنا كمصريين لما يجي نفس المرض لواحد أفريقي من السود وواحد مصري أبحاوي، وبعدين الاثنين يجي لهم نفس المرض بنفس الأعراض، ومرض في الطب متشخص وعالمي انترناشنال يعني، وبعدين المرض ده بيتعالج بالدواء ده عند الاثنين، الاثنين ياخدوا نفس العلاج، واحد يستفيد منه وربنا يجيب الشفاء، واحد ياخد الاعراض الجانبيه كلها بنفس الجرعات لنفس المرض، ياخد الاعراض الجانبيه وما يستجيبش للدواء. دي انا بشوفها كتير عشان بتعامل مع يعني ناس كتير من اخواننا الافارقه. طيب اذا قصه باخد حاجه تنيمني خفيفه، نفسي اللي بيسمعونا يحاولوا يعني لو هم شخصيا او يعرفوا حد بيلعب اللعبة دي او بتتلعب عليه وهو مش واخد باله، رجاء رجاء نتفاداها لان بيدخلوا في ادمان ادوية. طيب ليه الاطباء بيكتبوا ساعات المهدئات دي؟ لكل عرض، لكل داء دواء، ولكل صحيح. عرض طبعا 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 كل عرض علاج معين من العلاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يجري به الشفاء. في بروتوكولات طبية، احنا مش بنشتغل عمياني وعشوائي، حتى لو حد بيعمل كده غلط يعني. بروتوكول يقول لي والله العرض ده احسن علاج لي المهدئ ده بالجرعة دي المدة دي حسب الاستجابة بتاعت المريض. يعني نخش في دراسة حالة تمام علشان يطلع من ايدي بكتب علاج معين من المهدئات، ولازم انبه المريض واقول له حضرتك هتاخده الفترة دي ولازم اشوف حضرتك تاني علشان الدواء ده هيتوقف لانك بتاخده علشان العرض اللي انت بتشتكي منه ده. قصة من باب ابراء الذمة، لان الموضوع يعني جلل خطير مش سهل، لانها انتشرت جدا قوي 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 قوي. الاسترس اللي الناس عايشه فيه، الضغوط النفسيه والحياه السريعه والتدخين، العالم كله يا دكتور مش في مصر، انا قلت في المقدمه مش مصر بس، في العالم، بتخلي اعراض القلق عاليه شويه. والقلق يعني في الجهاز العصبي متهيج، فبيبقى الناس عايزه تنام او عايز يهدي شويه من الانفعال عشان يقدر ياخد ويدي مع الناس وهو مشحون بخوف وغضب وصراع وسرعه وكذا، فبيستسهلوا ياخدوا المهدئات. في دول معينه، الدول بقى النظاميه الشديده يعني انا مش عايز اقول بيستسهلوا لان هي الحقيقه بتساعد البعض. ايوه ده لو مريض فعلا بتساعد البعض. انا بقول لحضرتك والساده المشاهدين في ناس بيحتاجوا الادويه دي، احنا يعني نمره واحد نقول المهدئات لا تستخدم الا، لا تستخدم ابدا ابدا الا بتحت اشراف طبيب. نتنتين المستوى الثاني، في ادويه الناس فاكراها مهدئات هي مش مهدئات خالص، فبيخافوا ياخدوها وبيفضلوا عايشين باعراض مرض. يعني في ناس بيبقوا محتاجين دواء وما بياخدوهوش من باب الخوف، وكانما بيشكوا في الطبيب وفي الطب. الشك لوحده في الطب وفي الطبيب وفي ان عندي مرض، ده مرض من امراض الوسواس في الامراض النفسيه. يبقى في مجاميع من الناس بيجي لهم امراض مؤلمه نفسيا. في